الجمعة اليوم صراحة الدورة اليوم دازت في أجواء رائعة صراحة من قلة الدورات اللي دازت بهذا الجو الشريف اللي كان فيه واحد نقاش في واحد مستوى ممتاز، وكان تفاعل كبير والحمد لله الأجواء دازت مزيانة الحمد لله. بدينا كيف ما شفت التقرير الإخباري للرئيس، بدينا موراها درنا الأحكام اللي كانت جارية ما بين دورتين في المحاكم، وكذلك النقاط اللي تأجلات ما بين الدورتين ما بين دورتين كذلك في دورة فبراير. ومن بعد مرينا الأسئلة الكتابية كيف ما شفتوا اللي همات جميع المواضيع الاجتماعية الاقتصادية الثقافية الرياضية اللي تتهم شأن المحل القنيطري. سيد الرئيس، أنتم تحدون على النقل، قدمت المزايا ديال الحافلة ديال القنيطرة إلى درجة أنكم نسبتوا لها أن القول بنتم، واش نسيتوا الدور اللي قام به المواطنين لأنهم هما اللي سهروا في الغابة وفي المواطنين هما اللي لقاوها في الطوليس؟ أيوا، هادشي ما تيمنعش أنه هناك تكامل، هناك تكامل. احنا اللي ذكرت هو الشق التقني، انه بفضل الكاميرا اللي كانت اللي تتأتت الحافلات انها ساهمت في الحمد لله العثور على الفتاة. وحنا ما نسيناش بان كان هناك واحد دور كبير يلعبوا المواطن في ريزو سوسيو في التتبع ديال كل صغيره وكبيره بخصوص هذه المساله، حتى ولات قضيه محليه بامتياز. هذا هو الاطار اللي جا فيه الجواب. بالنسبه للاصلاحات ديال ملعب بلاتي، تم ذكر واحد النقطه فريده وهي ان الهدم ديال مدرجه مغطاه التريبين غيتم خلال هذا الشهر هذا، ممكن تاكد لنا على هذه النقطه وتاكد لنا على مدى جديه الجماعه وحفظ الحوار مع الجماعات المجاوره اجل توفير الملعب لاستقبال المباريات؟ بالنسبه للاستقبال، راه تستقبلوا في الملعب البلدي، حنا ما فيهش تغيير. لا، اذا سبتوا تريبين الى تريبين غيبقاوش لي فيستير في التيران. ايوا، حنا شوف، حنا كجماعه وكرئيس جماعه، انا دائما وغتف السنه الماضيه كنت دائما تنساعدهم في البحث عن ملعب بديل. كنت اتصلت بسيدي سليمان، كنت اتصلت بمدن اخرى المحمديه، كنت اتصلت انا هذا الفريق ديالي ما غنخليهش بلاش.